مشاهدي اون سبورت في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من لايك. طبعا لايك بنشوف فيه اخر اخبار رياضه ونجومها في مصر من العالم على السوشيال ميديا، نشوف ايه اللي كان حصل على فيسبوك وانستغرام، كمان ايه الهاشتاجز اللي كانت ترند على تويتر. من اليوتيوب بنشوف اعلى نسب المشاهده، لكن في البدايه خلونا نشوف ايه اهم عناوين الاخبار اللي معانا في حلقه النهارده. هاشتاج الاهلي الثوري يتصدر تويتر بعد تاهل الاهلي لربع نهائي دوري الابطال. استعدادات الزمالك لمواجهة نصر حسين ضاي، أبرز الموضوعات على السوشيال ميديا. ريمونتادا السيتي وخروج اليونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي يحظى باهتمام رواد انستغرام. هتابع معاكم آراءكم خلال الحلقة من هاشتاج لايك اون سبوت على تويتر، وإجابة سؤال الحلقة اللي فاتت اللي كان بيقول إيه هو توقعك للفرق اللي هتتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال. في آخر الحلقة هعرض آراءكم وتويتاتكم من على هاشتاج البرنامج، ولكن خلونا دلوقتي نبدأ جولتنا على السوشيال ميديا من تويتر. وطبعا الفوز الكبير اللي حققه النادي الأهلي، الفوز الغالي امبارح بثلاثية نظيفة في شباك ضيفه شبيبة الساويرة الجزائري في ختام دور المجموعات، وخطف بطاقة التأهل لربع نهائي للتشامبيونز ليج الإفريقي. والصفحة الرسمية للقلعة الحمراء نشرت صورة لنجمي الفريق علي معلول ومروان محسن، وكتبت إلى دور الثمانية بعد تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط. كمان نشرت صفحة النادي صورة لأحسن لاعب في المباراة، وكتبت نصر مباراة اليوم هو لاعبنا علي معلول. صراحة يا جماعة علي معلول خطير جدا الفترة دي. نجوم فريق النادي الاهلي طبعا احتفلوا بتاهلهم لربع نهائي دوري الابطال بتعليقات وصور على صفحاتهم، ومن عند مروان محسن صاحب الهدف الثاني اللي اكتفى بنشر مجموعه صور ليه ومعاها كره ونسر النادي الاهلي. طبعا مروان محسن امبارح قدم مباراه كبيره جدا، كان صاحب الهدف الاول وثم الهدف الثاني، واخيرا حسين الشحات طبعا كان اختتم الاهداف. ونشر طبعا حسين الشحات صوره لاحتفاله بالهدف الثالث للاهلي في مرمى شبيبه الساويره الجزائري، وكتب الحمد لله. اما طبعا الجناح الطاهر للنادي الاهلي محمد هاني فنشر صوره ليه من المباراه وكتب ايضا الحمد لله. نجم دفاع القلعه الحمراء ايمن اشرف نشر مجموعه صور ليه وكتب الحمد لله. طبعا كلنا شفنا ايمن اشرف امبارح يمكن خرج كان مصاب، ولكن هو عنده شد بسيط في عضلات الظهر. الف سلامه عليك طبعا يا ايمن، وان شاء الله ترجع اقوى من الاول. نجوم الوسط الرياضي والفني كان ليهم تعليق طبعا على فوز الاهلي وتاهله لربع النهائي، كتب مبروك الكبير الأهلي. مدرب الاهلي السابق ومنتخب الرومان سيجلس جواره بعد ان كان يشكو لوحده جبهه يسرى حاميه عادت، فعاد مروان محسن هدافا وحسين قادم قوه عظمى. خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي كتب عمري ما احب غير الاهلي ولا غيره يفرحني. الفنانة ندى بسيوني نشرت صورة ليها بتيشرت النادي الأهلي وكتبت الحمد لله على الصعود لربع النهائي، المستحيل ليس أهلاوي. كمان الفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي كتب نقول مبروك، مبروك تانية لحسين الشحات فك الإحباط، كل اللعيبة كانوا رجالة وعند حسن ظن الجماهير عقبال الزمالك النهاردة. الجماهير كمان طبعا كانت حريصه على الاحتفال بالفوز بهاشتاج الاهلي الثوره، وعند شيماء اللي كتبت ولا غيره يفرح نصره البعيد. عمرو كتب الحمد لله على الاداء والصعود اللي جاي هو الاهم. محمود كتب وارجع فرحان، اهلي كسبان اسمك الغالي هيفضل فوق. الشيخ حسني كتب وعيد وزيد يوم نصره ليا عيد. هالة كمان كتبت سيطرة استحواذ مهارة فوز مستحق للمارد الأحمر، نصور الأهلي تحلق من جديد وتتأهل عن جدارة واستحقاق، ألف مبروك للأهلي وهارد لك لشبيبة الساورة.
بكده نكون خلصنا كل اخبارنا على تويتر. دلوقتي معادنا مع انستغرام، هنبدا من مباريات النهارده. طبعا في البريمير ليج مباراه صعبه، مباراه غاليه النهارده جدا، لا بديل عن الفوز. ليفربول وفولهام في الاسبوع ال 31 من البطوله، والصفحه الرسميه للريدز نزلت صوره للاعب الفريق روبرتسون وكتبت الاستعدادات النهائيه لمواجهه فولهام. من الدوري الانجليزي نروح للدوري الاسباني ومباراه ريال مدريد وسالتا فيجو، اول مباراه لزين الدين زيدان بعد عودته طبعا لتدريب الملكي مره ثانيه، وقدر الريال انه يحقق الفوز بهدفين لكل من اسكو وجارث بيل. والصفحه الرسميه للريال نزلت صوره بنتيجه المباراه وكتبت نتيجه المباراه واللي انتهت باثنين مقابل لا شيء لريال مدريد، وعوده الانتصارات مره اخرى مع عوده زيدان للريال. كمان نزلت الصفحة صورة لزين الدين زيدان وكتبت عادة إلى سانتياغو برنابيو بالفوز. سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد نزل صورة ليه من المباراة وكتب سنقاتل حتى النهاية من أجل هذا القميص ومن أجل جماهيرنا. نروح لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والفوز اللي حققه فريق مانشستر سيتي، واللي بصراحة هو فريق يخوف الفترة الأخيرة. امبارح كسب 3 أهداف مقابل هدفين على فريق سوانزي سيتي في ربع نهائي البطولة، والصفحة الرسمية للسيتي نزلت صورة وإحصائية للمباراة وكتبت النتيجة. نزلت كمان صورة جرافيك للاعب الفريق وصاحب الهدف الأول برناردو سيلفا وكتبت رجل المباراة. نشرت صفحة السيتي كمان صورة من احتفالات اللاعبين والمدير الفني بالتأهل لنصف نهائي البطولة. أما صفحة سوانزي سيتي طبعا اللي قدم مباراة كبيرة امبارح، يمكن قدر يتقدم على السيتي امبارح، ولكن نشرت صورة من تحية اللاعبين للجماهير وكتبت فخورين بيكم. لسه مع كاس الاتحاد الانجليزي ومباراه مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وبصراحه وولفرهامبتون محيرين شويه، يمكن ماشيين في الدوري كويس جدا، كمان ماشيين في الكاس امبارح، وامبارح بيقدروا ان هم حققوا نتيجه 2-1، كسبوا امبارح مانشستر يونايتد 2-1 وخرجوه من كاس الاتحاد الانجليزي. ونشرت صوره لاحتفال الفريق من ملعب المباراه وكتبت الذئاب في دور نصف النهائي لكاس الاتحاد الانجليزي. كمان صفحة وولفرهامبتون نشرت صورة لنون سبريتو المدير الفني للفريق وهو بيحتفل من أرض الملعب. أما صفحة مانشستر يونايتد فاكتفت بنشر الصورة لسولتشار المدير الفني للفريق واللي قال بعد الخسارة ما زال لدينا الكثير في الدوري ودوري أبطال أوروبا. نروح لنجمنا المصري المحترف في صفوف فريق أتروميتوس اليوناني عمرو وردة واللي عاد من الإيقاف، وده بعد الأزمة اللي نشبت بينه وبين جماهير ناديه، وأعلن وردة جاهزيته للمشاركة في مباراة النهاردة أمام أيك أثينا ونزل صورة ليه من التدريبات وكتب باك أند ريدي. أما محمود تريزيجيه المحترف المصري في صفوف قاسم باشا التركي واللي تألق في المباراة الأخيرة وقدر يحول هزيمة فريقه للفوز في الدقيقة الأخيرة، نزل على صفحته مجموعة صور من المباراة وكتب الناس الأقوياء ليس هم من ينتصرون دائما، لكن هم الذين لم يستسلموا عند خسارتهم. نروح بقى لأبرز الإحصائيات عن النجم الأرجنتيني ميسي، وصفحة سبورت 360 عربية نزلت صورة وإحصائية لنجم برشلونة وكتبت ميسي كالعادة. كمان الصفحة نزلت صورة لميسي وسانشو وإحصائية عن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم في الدوريات الخمسة الكبرى وكتبت صاحب ال 18 عام يعادل ميسي في صناعة الأهداف. طبعا دي كانت كواليس سفر بعثة نادي الزمالك للجزائر، كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك امام نصر حسين داي. نروح بقى لصفحة نصر حسين داي الجزائري واللي نشرت مجموعة صور من ميران الفريق الاخير استعدادا لمواجهة الزمالك.
نروح للمباراة الثانية في المجموعة الرابعة في الكونفدرالية بين جورماها الكيني وبيترو أتلتيكو. صفحة بيترو أتلتيكو نشرت مجموعة من الصور لتدريب الفريق الأخير وكتبت مرام فريقنا الأخير على ملعب نيروبي بكينيا. صفحة مونديال 11 نشرت إحصائية عن كأس الكونفدرالية هذا الموسم للأندية الأكثر تسجيلاً حتى الآن، واللي بيتصدرها الزمالك متساوياً مع نهضة بركان المغربي ب 19 هدف، وكتبت الزمالك ونهضة بركان يتصدران قائمة أعلى الأندية تسجيلاً للأهداف في كامل مباريات كأس الكونفدرالية. نروح بقى للدوري المصري. مباراة أمس بين المصري وسموحة واللي كانت طبعا مليئة بالإثارة واللي انتهت بفوز النادي المصري بنتيجة 4-2، وصفحة النادي المصري كتبت المصري يهزم سموحة بأربعة أهداف لهدفين ويرفع رصيده للنقطة 41. كمان الصفحة نشرت تصريحات لإيهاب جلال وإشادته بالهدف اللي سجله محمود وادي، واللي سجل الهدف بنفس الطريقة اللي سجل منها في لورينزي هدف روما في شباك برشلونة في دوري الأبطال 2015، وقال هدف وادي تاريخي والهدوء طريقنا دائما للفوز. صراحة الكابتن إيهاب جلال ماشي على خطى ثابتة مع النادي المصري، بيقدم شكل كويس جدا للكرة المصرية. هدف محمود وادي فعلا هو هدف تاريخي ما بنشوفوش كتير في الدوري المصري. كل التوفيق لكابتن إيهاب جلال طبعا في اللي جاي. كمان صفحة المصري نشرت صورة لإيهاب جلال وهو بيحتفل مع الجماهير وكتبت عقب نهاية المباراة حرص الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للمصري على الصعود لمدرجات استاد الجيش بالسويس، وده تلبية لرغبة جمهور المصري اللي شاهدت المباراة من الملعب واللي احتفلت بالفوز على سموحة والصعود للنقطة 41. نروح بقى للدوري الإيطالي وديربي ميلانو بين إي سي ميلان وإنتر ميلان في الجولة 28، وصفحة إي سي ميلان كتبت نحن في انتظار الديربي وننتظر أصواتكم ودعمكم لنا في السان سيرو. صفحة انتر ميلان كمان نشرت صورة لقائمة الفريق واللي هتواجه ميلان وكتبت هذه قائمة ال 19 اللي اختارها لوسيانو سباليتي. خلصنا أخبارنا على تويتر وعلى انستجرام وعلى فيسبوك، لسه عندنا الكتير، خليكم معانا. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا في لايف. دلوقتي جه ميعادنا مع تويتاتكم وارائكم من هاشتاج لايك اون سبوت. سؤال حلقه اللي فاتت كان بيقول ايه هو توقعك للفرق اللي هتتاهل لنصف نهائي دوري الابطال؟ هنشوف الناس قالت ايه والناس تمنت ايه الفرق اللي تقابل بعض. عاصم كتب يوفنتوس يونايتد والسيتي وليفربول. كريم قال يوفنتوس ليفربول والسيتي وبرشلونه. أما رضا فتوقع ليفربول برشلونة يوفنتوس مان سيتي. حازم قال ليفربول يونايتد توتنهام يوفنتوس، وأتمنى البطولة لفخر مصر والعرب محمد صلاح. كلنا حازم نتمنى البطولة لفخر مصر والعرب محمد صلاح. نورهان اختارت يوفنتوس ليفربول برشلونة مان سيتي. سمر توقعت لنهاية البطولة وقالت برشلونة ليفربول يوفنتوس مان سيتي، والنهائي برشلونة يوفنتوس والبطل هيكون برشلونة. لو أي توقع أياكس بارسا سيتي ليفر. أما حمدي فاختار برشلونة ليفربول يوفي سيتي، والنهائي برشلونة وسيتي، واللقب هيكون للسيتي إن شاء الله. كده بنكون خلصنا تويتاتكم وارائكم من على هاشتاج لايك اون سبوت. سؤال حلقه بكره بيقول ايه توقعاتك لقرعه الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا؟ هستنى اجاباتكم على تويتر بعد الحلقه على هاشتاج طبعا لايك اون سبوت، واستنونا بكره في نفس الميعاد وحلقه جديده من لايك.